أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج جاليات. كما عودناكم بندخل منازل وبنروح أماكن تجمع، نتعرف على طبيعة الجاليات وعاداتها وتقاليدها، واليوم بعد عنا عائلة عربية بنزورها وبنتعرف على عاداتها وتقاليدها. ولكن قبل ما نروح عند هذه العائلة بنتعرف على سعادة القنصل الذي يخص هذه العائلة. خليكم ويانا بعد الفاصل. حياكم الله ويانا من جديد، ولكن اليوم مع سعادة القنصل محمد الحسن إبراهيم القنصل العام لجمهورية السودان. حياك الله سعادة القنصل. ماذا توصف لنا سعادة القنصل علاقات الجالية السودانية بالشعب الإماراتي؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على الله. مرحبا بقناة الظفرة في بيتهم الثاني في السودان، القنصلية العامة لجمهورية السودان، واهتمام بالجاليات. نحمد لها اهتمام الجاليات العربية الموجودة ومن بين الجاليات العديدة التي تضللها دولة الإمارات هي الجالية السودانية. والعلاقة بين الشعب السوداني والشعب الإماراتي علاقة قديمة جدا وتجددت منذ مطلع الستينات من القرن الماضي، وبدأ أوائل الوافدين من السودان هم من المعلمين ثم الإداريون. كان هنالك عدد كبير جدا من الإداريين من السودان. تجربة السودان الإدارية كانت مميزة في وقتها، وقبل استقلال دولة الإمارات العربية المتحدة استعان الحاكم العام البريطاني بالسودانيين، لأنه التقليد الإداري في السودان تقليد بيشبه كثير الشعب الإمارات وشعب السودان، متقارب، فهي أقرب الشعوب إلى بعضها. فكانت الاستعانة بالكادر الإداري من السودان، ثم من بعد ذلك جاءت كوادر معلمين وكوادر مهندسين ثم كوادر أطباء عملت في المجال في دولة الإمارات العربية منذ الستينات والسبعينات من القرن الماضي، يعني 1961-62 كان أول قدوم في شكل أفواج للسودانيين.